السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم موقع جديد وكيف ما كتشوفوا انا الموقع حتى كنجربه وكنستافد منه مزيان وكنشوفه يعني واش موقع حقيقي ولا لا. المهم هذا الموقع انا جبته لكم جديد، راه دخلت له تسجلت فيه وجاوبت على الاسئلة وضربت واحد المدة اللي هي تقريبا 4 ايام، سحبت فيه $200 حيت هو الحد الأدنى ديال هذا الموقع هو $200، عادي يمكن لك تسحبها. المهم الإخوان أنا أشرح لكم كيفاش طريقة التسجيل وكيفاش طريقة تجاوبوا على الأسئلة باش تربحوا $200. المهم تابعوا معايا خطوة بخطوة إن شاء الله باش تفهموا الموقع. نمشيو لهادي بدء، كيف ما كتشوفوا كيعطيونا هنايا كيفاش نتسجلوا. هنا كيعطيونا الاسم ديالك، الاسم، وهنا الكنية. هنا الاسم، هنا الكنية، هنا الجنسية ديالك واش ذكر، هنا كدير العيد الميلاد ديالك، هنا كدير الدولة، وهنا كدير المدينة، وهنا كدير البريد الإلكتروني، وكدير واحد الاسم ديال الحيوان الاليف كديرو هنا في هاد الاجابه. هنا تاني كيقول لك ما هو بطل طفولتك، كدير هنا الاجابه، وهنا كدير كلمه السر وكتعاودها، وكدير هنا بانك انسان عادي ماشي روبو، كدير انشاء حساب. اوكي المهم انا عندي حساب، كنمشي هذه لدي حساب بالفعل. كدير الجيميل ديالك هنا ملي كتكون مسجل، كدير الجيميل وكدير المود باس. انا غندير الجيميل ديالي والمود باس. كيف ما درت الجيميل ديالي والمود باس ندير تسجيل الدخول. كيف ما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال الموقع. دابا انا راه مسجل ديجا في هذا الموقع، هذه الواجهه كيف ما كتشوفوا. شي يقولوا لك هنايا هادو النقاط اللي كتجمع، هادو الاسئله اللي كتجاوب عليهم. كتمشي لهذا السؤال الاول، هذا عليه دولار، كتدخل كتجاوب. مثلا انا ندخل نجاوب، نعطيكم مثال. كل مره كيفاش كيعطيوك، تقدر تدخل غير لشي موقع وتخرج ويعطيوك دولار. احنا دابا دخلنا الموقع نخرج منه. ها هما الاسئله، هادو هما الاسئله اللي كيعطيونا. تقدر تجاوب على اي سؤال، مثلا انا غندير هذا السؤال، السؤال الاول هذا. اعزب، نجي لهنا ثاني ندير هذا السؤال هذا، ثاني نجي ندير هذا السؤال هذا، يبقي غير ديريه على الله وصافي. المهم جاوبتي على الاسئله قديرها على الله حتى يعطيوك الدولار. صافي كدير هذه استبيان، سلم الاستبيان، صافي هاهما عطاوني، اكتملت بنجاح. اوكي هاي ولات $17، كانت انا 16 ولات 17. بحال هكا الاسئله كتبقى كتجاوب عليهم، كتبقى تجاوب عليهم، ملي كتسالي كيعطيوك الدولار. ملي كتجمع $200 هذيك الساعه عادي يمكن لك تسحبها، اقل من $200 ما غاديش تسحبها. اوكي ديرو سلم الاستبيان، هما ثاني عطاونا دولار اخر. هي ولات 19. نمشيو تاني نجاوبو على السؤال الآخر، السؤال الآخر. كما كتشوفو بقاو ديرو غير على الله، المهم اللي عجبتكم ديروه، أي سؤال عطاولكم جاوبو عليه.
يعني داك الشي ساهل، ما كاينش شي حاجة صعيبة، ساهل داك الشي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كانت 19 دولار، هاي غدوك تزاد، هاي ولات 20 دولار. انا موقع الخطرة زوين زوين وغيعجبكم، ولكن خص غير شوية الصبر وصافي. هانتوما ان شاء الله انا غنجاوب على الاسئلة كاملين، وهتشوفوا بعينيكم كانت 16 دولار، شوف شحال غتولي. هيا ولات 21 دولار. يعني قاع تقدر ان شاء الله في 10 ايام ولا 15 يوم، الا ما سجلتي حتى شي واحد وما خدمتيش عليه، بقيتي كتفرج غير كتجاوب غير على الاسئله، راه تبارك الله راه 2000 درهم تكون عطاك حتى شي واحد. وموقع جديد يلاه كينتشر في المواقع الالكترونيه، والناس دابا راه يلاه تيتسجلوا فيه. بقى لي سؤال واحد، كيف ما كتشوفوا انا دابا راه جاوبت على الاسئله كاملين تقريبا، هاني ساليت. كيف ما كتشوفوا من 16 دولار ولات تقريبا 24 دولار. نمشيو لهاد اللي كطلع هنا الفوق فيها 7 دولار، هاد الاشرطه اللي كيعطيونا الفوق. ملي تكمل تاني هنا 80 دولار يمكن لك تسحبها عبر الباير مثلا، كتضغط عليها وكتدخل كيعطيوك هنا البايبل. البايبل ملي كتجمع تقريبا 80 دولار، هنا ها هي عاطيك المدى الادنى 80 دولار. ملي كتجمع 80 دولار يمكن لك تسحبها برا البايبل. اوكي دابا نرجعو للفيديوهات. الفيديوهات انا كتفرج الفيديوهات وكيعطيوك الدولار. مثلا انا نتفرج في هذا الفيديو، هذا ها هو يا. تقريبا فيه نص دولار. ها هي كيقولك الا تفرجتي فيها عندك نص دولار. ما كاينش شي حاجه الخوت صعيبه، راه الموقع زوين زوين وغادي يعجبكم. خص مننا ما شويه الصبر، هما هاد الفيديوهات هادو كامل كيقولوا لكم تفرجوا فيهم وغنعطيوكم الدولار صافي. انت ملي كتكملهم كتجمع كل نهار كتبقى تجمع تقريبا 40 دولار 30 دولار، كدوز السيمانه انت جمعتي 200 دولار، ها هي 2000 درهم خرجت لك بارده، ما تحمق راسك ما والو. المهم الخوت الشرح راه باين، الموقع راه باين. المهم انا غنوريكم كيفاش تاخذوا الرابط ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء وتربحوا نتوما يا عليهم. نمشيو لهادي العلامة التبويب، كنمشيو لهنا الإحالة والكسب. مثلا انا راه يلاه تسجلوا معايا جوج د الناس 10 دولار، كل واحد كتاخد عليه 5 دولار. اي واحد سجلتي كتاخد عليه 5 دولار. الرابط الإحالة ديالكم هو هذا، كتاخدوه وكتصيفطوه للأصدقاء ديالكم وكيتسجلوا معاكم. الإنسان يقدر يكمل، يقدر يعني ايه من الأصدقاء، أي واحد لقيتيه بحال هكا في الطريق في الشارع شي صديق تقول له دخل تسجل بالرابطة ديالي، أي واحد تسجل معاك كتاخد 5 دولار. يعني راه تبارك الله مزيانة، لبستي عن أصدقاء الدرب، انت تسجل معايا، انت تسجل معايا، جمعتي غير 10 د الناس عندك 100 دولار. شي تبارك الله. ايوا المهم نتمنى لكم التوفيق. المهم انا شرحت لكم هذا الفيديو حيت قالت لي واحد الاخت شرح لينا خويا كيفاش، راه ما فهمناش. المهم نتمنى تكونوا فهمتوش، لما فهمتوش شي حاجه حطوا شي حاجه في التعاليق. شكرا.